كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا على قناه المباراه، ومعانا واحد من نجوم المباراه النهارده، يمكن كان صمام الامان للفريق في المنطقه الخلفيه، معتز محمد. يا معتز، الف مبروك الفوز النهارده، فوز واداء اكثر من رائع، ويعني طمنا وقول لنا رايك النهارده في الاداء. وكابتن عبد الحميد وكابتن محمود قال لكم ايه خلال يعني فيما بين الشوطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برحب بكابتن اسامه وبضيوفه اللي معاه في الاستوديو. اول حاجه يعني انا مبسوط جدا باللي احنا عملناه النهارده، عشان احنا الاسبوع اللي فات غيرنا طريقتنا، فمبسوط ان احنا خلال الكام تمرين اتمرناهم قدرنا ان احنا نطبق الشغل اللي احنا خدناه بسهوله، وقدرنا ان احنا نترجمه بجوال وباداء. وبشكر لعيبتي جدا طبعا ان هم بيستوعبوا وبيخشوا في اي طريقه بسرعه واي ريتم بسرعه، ودي حاجه مش سهله. وبشكر كابتن ميدو كمان ان هو بيبقى كل ماتش ليه طريقته اللي تقدر تخلينا نخلص الماتش بدري او على الاقل نخلصه بسكور. فبشكر لعيبتي وبشكر جهازي، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن وفي اضافه اقوى. يعني التعليمات كانت ايه خاصة مع معتز؟ انا شايفك يعني طول احداث المباراة انت اللي بتطلع بالكورة، وانت اللي بتواجه خط دفاع بالكامل، وانت اللي على طول دايما بتطلع بالكورة وبتبدأ يعني بناء اللعب مع زمايلك. اه الموضوع ده بس عشان انا اللي بكون في النص، فانا اللي شايف اكتر يميني وشمالي، فالحاجات دي يعني طبيعية. هو بس كان في الشوط الاول ريتمنا كان مش احسن حاجة، ما كانش في حلول بين الشوطين. كابتن ميدو قدر يكلمنا كده على كام ثغرة، نزلنا الشوط الثاني طبقناهم وقدرنا نترجمهم لاهداف يعني الحمد لله. اخيرا بقى ميكالي كان موجود بيتفرج على المباراه، توقف على طول من بكره المنتخب، يعني طمنا بقى على المنتخب والاستعداد الفتره الجايه. يا كل خطوه بخطوتها، يعني احنا لحد النهارده كان كل تركيزنا في الماتش بس مش في حاجه تانية. خلصنا الماتش نبدا نشوف بقى المرحله الجايه، ونحاول ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه مع المنتخب يعني ان شاء الله. الفريق الاول انت كنت موجود يمكن من سنتين مع الفريق الاول، يعني كلمنا عن احلامك وطموحاتك الفتره الجايه. لا والله يعني انا بحاول اعمل بس اللي عليا وكل حاجه بتاعت ربنا، وان شاء الله يعني الفرص تيجي ويكون في حاجه احسن ان شاء الله. شكرا معتز، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله.